أولاً وكقطاع حيوي، كنظن بأن قطاع الصحة يعد بفرص عمل مغرية نظراً للطلب المتزايد على التطبيب، وكذلك نظراً للنقص الحاصل في قطاع الصحة. بغيت نشير لواحد الفكرة، ملي كنقول قطاع الصحة فأنا كنقصد كل مهن اللي عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكل ما يتعلق بالتطبيب والتمريض بإفريقيا. وهذا القطاع كيعرف خصاص كبير وضعف الكفاءة المحلية اللي كتبقى عاجزة على تلبية الطلب المتزايد. القطاع الخاص في الصحة فيه طلب كبير على الكفاءات الأجنبية، وكيعرف استثمارات كبرى من شركات أجنبية كذلك. وفي ظل غياب التخصصات التقنية وكذلك الكفاءات الطبية، كيخلي هاد الشركات مرغمة أنها توجه صوب الكفاءات الأجنبية لسد الخصاص. ثانياً، قطاع البناء والأشغال العمومية BTP أو لا باتيمون ترافو بيبليك. وبالطبع من اللي كنقول قطاع فأنا كنقصد كل ما له علاقة بقطاع البناء، من دراسات إلى معدات ثم إنتاج مواد البناء، ما نسوش أشغال البناء والتجهيز ومراقبة الأشغال إلى مهن التزيين والديكور. ونفس الشيء كينطبق على الأشغال العمومية. من طبيعة الحال فتقدم أي بلد كينطلق من وجود بنية تحتية، هذه البنية التحتية مازال ما كيناش، ويالله بدأ الإنجاز ديالها في دول جنوب الصحراء. وبالتالي فهذا قطاع واعد وفيه فرص مغرية وكيستقطب كفاءات عديدة. ثالثا، خدمة تكنولوجيا المعلومات أو ما يعرف بالآي تي، ويمكن ينضيف ليه كذلك القطاع البنكي، واللي كيتعتبر هذا الأخير كقطاع مشغل للخبرات وفيه طلب متزايد. قطاع تكنولوجيا المعلومات كيتعتبر من البنى التحتية اللازمة لأي إقلاع اقتصادي، وبالتالي فالقارة لازمها بنية تحتية وبسرعة، الشيء اللي كيخلي طلبات تشغيل في هذا الميدان متواجدة وبكثرة. هذا القطاع عنده علاقة بكل ما هو بنكي، وبالتالي يمكن لي نقول بأن استقرار أبناك أو لبنوك عالمية في الآونة الأخيرة وبكثرة في هذه المناطق زاد الطلب على الكفاءات اللي عندهم خبرة في كل ما هو بنكي، وكذلك في المهن الموازية لكل ما هو بنكي وفي كل ما هو خدمات بنكية متنقلة. رابعا، قطاع الطاقة والمعادن. كهرباء إفريقيا وتوجهها للطاقات المتجددة، كذلك غناها بالموارد الطاقية الطبيعية كالغاز والبترول، كيخلي هذا القطاع يغري الشباب اللي عندهم تجربة في نفس القطاع. من المعروف أن هذه التخصصات مغرية ماديا، ويمكن تشكل متنفس للشباب ذوي الخبرة. وبالنسبة للمعادن فإفريقيا غنية باطنيا أيضا، وهناك عدة مناجم في عدة دول إفريقية، أهمها مناجم الذهب اللي كتكاثر يوم بعد يوم، واللي أغلبها كتسيرها شركات عملاقة متعددة الجنسيات اللي كتشغل خبرات من كل دول العالم. مناجم الذهب، الحديد ومعادن أخرى هي أيضا كتوفر فرص كبيرة للمهن الموازية لها، من معدات، صيانة معدات، ميكانيك ومهن لها علاقة بالتعدين. خامسا، قطاع الفلاحة والأغذية أغرو أليمونتير. أغلب الدول الإفريقية فهي منتجة لمواد أولية مهمة كالكاكاو، القهوة، القطن، الفواكه وغيرها. هذه المنتوجات هي مواد أولية لشركات عملاقة أغلبها استقرت في المنطقة، وقامت بتحويل هذه المواد الأولية إلى منتوجات ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى الخصاص الحاصل في المواد المحولة واللي أغلبها مستورد. إذن فهذا القطاع كيشكل فرصة نمو اقتصادي وبالتالي توفير مناصب شغل. سادسا، قطاع اللوجستيك أو كل ما له علاقة بمهن اللوجستيك. كاين عدد من دول القارة اللي ما عندهاش منافذ بحرية، وبالتالي كتعتمد في تزويد بلدها على منصات لوجستيكية مجاورة. أغلب هذه المنصات متمركزة في دول السنغال، الكاميرون، الغابون، ساحل العاج، بالإضافة إلى الدول الأنجلو ساكسونية. هذه الخاصية جعلت من قطاع اللوجستيك بكل مهنه قطاع مزدهر
ومحتاج لكفاءات عالية التكوين والخبرة. الانفتاح ديال المغرب على هذا القطاع والاستثمارات ديال المملكة في البنية التحتية مكن من إدماج منظومة اللوجستيك المغربية في القارة، وبالتالي الكفاءات المغربية عندها مكانتها وفرصتها في هذا القطاع بالقارة. أخيرا ممكن نهضر على واحد القطاع اللي كينشط في القارة السمراء، هو المنظمات الغير الحكومية اللي عندهم مشاريع في جميع الدول الإفريقية. هذه المنظمات حتى هي كتحتاج الخبرات في مجال عملها، لكن مازال ما انفتحتش على الكفاءات المغربية. وقبل ما نبدا نتكلم على هذا المحور، غدا نوقف على جوج ديال الامور اللي هي أساسية. اولا، وكيف سبقت وقلت في فيديوهات سابقة، بان للعائلة دور كبير في نجاح مشروع الاكسباترياسيون، فهناك تضحيات كبيرة كترافق هذا المشروع. فالإنسان كيلقى نفسه بين اختيار الفراق أو الاغتراب رفقة العائلة الصغيرة، وبذلك الابتعاد عن العائلة الكبيرة والعزلة اللي كترافقها. فمن خلال تجربتنا في هذه المنطقة، فمن الصعب أن الإنسان يعيش وحده في هذه المناطق من العالم. إذن فلا بد من مرافقة العائلة، لأن نمط الحياة هنا ما كيشبهش ما يوجد بالمغرب. بالنسبة للنقطة الثانية اللي بغيت نشير لها، هو أن الشركات المستقطبة للكفاءات كتقترح نمطين من الهجرة. الأول affectation en famille أو تعيين مع العائلة، والثاني rotation ما كيكونش فيه العائلة. النمط الأول، غالبا الشركات كيقترحوا من جوج حتى لثلاثة زيارات للمغرب في السنة، بالإضافة أنهم كيوفروا السكن للعائلة وكذلك بطائق السفر، لكن هذا العمل كيكون مستقر، ما فيهش تنقلات داخل الدول. النمط الثاني هو غوتاسيون، وهذا هو النظام اللي كتشتغل به المناجم، ما كتكونش فيه العائلة، لكن كيكون هناك نظام اشتغال مستمر من 7 إلى 8 أسابيع، وكيعطيو راحة من 2 إلى 3 أسابيع، يعني تقريبا 2 شهر بإفريقيا و3 أسابيع بالمغرب. نرجع للموضوع من بعد ما حاولنا نفهمو أنماط التعيين بإفريقيا. إذا كنا في إطار تعيين عائلي، فماشي كاع البلدان تغري من أجل استقرار فيها مع العائلة، بل هناك بلدان لازم تفاديها. من بين البلدان المغرية للمغاربة للاستقرار والعمل مع العائلة، هناك 3 بلدان: الغابون، السنغال، ثم ساحل العاج. إذن فعلى المستوى المعيشي ممكن يوجدوا منتجات مستوردة كيحتاجوهم العرب في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تواجد مدارس عربية، أسواق عربية، مطاعم، كذلك مساجد وأطباء عرب مستقرين. إذن فالتواجد الكثيف ديال المغاربة والعرب بهالدول كيسهل عملية الاندماج للعائلة، وبهذا ما كيشعروش بالغربة. ومن اللي كتكون الأسرة مرتاحة وفي أمان، حتى رب الأسرة كيكون مرتاح ذهنيا وكيركز على العمل ديالو وكينجح فيه. أما بالنسبة لبقية الدول، يمكن تكون هناك تجارب مختلفة، لكن الواقع أنها ما كتعرفش استقرار لجاليات عربية. نعاود نأكد، هو أن للعائلة دور كبير في إنجاح عملية أو مشروع الهجرة، لذلك لازم التفكير المسبق واختيار نمط الهجرة المناسب للعائلة. فأي مشروع مهني ما خصوش ينجح على حساب العائلة. فقبل أخذ أي قرار لازم التفكير في كل أفراد العائلة من الصغير حتى الكبير سناً، تفكير كذلك في المدة اللي غادي يقضيوها في إفريقيا وشنو غادي يقدر يدير كل واحد فيها، وكذلك ما نساوش تفكير في ما بعد إفريقيا والرجوع إلى أرض الوطن. وفي الأخير فالتوكل على الله والإيمان به وحب المغامرة وعيشها كيسهلوا المصاعب. بالنسبة للفيديو وصل نهاية ديالو، كنتمنى إن شاء الله يكون نال إعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارتاجيو مع الأهل والأصدقاء باش تعم الاستفادة. ألقاكم مرة أخرى، كنشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.